بجد رسالة حب من كل أم بتتابعنا لما تعمل حلة محشي كرنب، حلة محشي ورق عنب، الحاجات اللي بتاخد وقت. سيبنا من الديك الرومي، الديك الرومي مكلف. لا تعالي على حاجة بسيطة في القيمة المالية، حلة محشي كرنب كرومبايا. معانا لحم بوفتيك النهارده، ومعانا الخضرة بتاعت المحشي اللي الشيف المغازي بيطلق عليها الثلاثي المرح، زي ثلاثي أضواء المسرح كده رحمة الله عليهم. معانا كزبرة وبقدونس وشبت، أنا مسميهم الثلاثي المرح للمطبخ المصري. حلة المحشي بتبقاش حلة محشي إلا بالكزبرة والشبت والبقدونس، التلاتة دول، ولكن بنسب. الشبت أقلهم نسبة لأنه حرام شوية فبيخطف الطعم. والمقادير على الشاشة تصورها بتليفونك، تسمعها مني، تكتبيها حسب الرغبة. تعالوا نبدأ نشتغل على طول في الإيه؟ في موضوع حلة محشي كرنب. أول حاجة باخد البفتيك بتاعنا الحلو ده كده أتبله. دي شرايح من اللحمة فيها نسبة دهون شوية من 20 لـ30%. عندك موزة حلوة تستخدمها مفيش مشكلة. عندك عكاوي تبقى أحلى مني بمليون مرة مثلا. لحمة راس، كوارع زي ما انت حابة. نشيل الدم ده كده بعيد ونمسك البفتيك ده نتبله بشوية توم حلوين، بصلاية ناعمة، بهاراتنا وشوية ملح حلوين كده. حتة اللحمة الطازة ما بنستخدمش فيها توابل كتيرة يا عم الشيف، علشان كل ما كان اللحم طازة وكل ما كانت اللحمة حلوة قللي من التوابل بتاعتك، تعرفي الجنسية بتاعتها ايه، ضاني، كندوز، بلدي، مش بلدي، وهكذا. لأن الشاورما احنا عارفين لما تتحط على السيخ بناكل طعم الطحينة مع الطماطم مع البقدونس، يعني الخبير أو في المطبخ اللي يعرفها إذا كانت لحمة ضاني ولا لحمة مستوردة ولا لحمة بلدي وهكذا، لأن التوابل هنا بتضيع جنسية اللحمة. حلو الكلام؟ طبعا انا تبلت حته البفتيك بتاعتها اهي زي الفل. معايا طاسه شديده الحراره على النار. التركيه بتاعت المغازي بتقول ايه بقى والمدرسه، مكان تحمير البفتيك في قلب الطاسه هنعمل خلطه المحشي. الله عليك يا شيف، الله على مزاجك الرايق. مكان تاني، مكان تحمير البفتيك في قلب الطاسه هنعمل خلطه المحشي اللي هي من الرز والخضرة بتاعتنا والطماطم ودبس الرمان والبهارات الجميلة الحلوة. هناخد البفتيك ده كده في قلب الطاسة نديله صدمة نارية، نحضره عشان معانا حلة هنبدأ نرص فيها شوية محشي حلوين قوي. على فكرة عشان أعمل في الحلقة بتاعتي حلة محشي أبقى كذاب، إحنا معانا طبعا مساعدين شطار لفين الكرنب جاهز، ولكن معانا الكرنب قبل ما نسلقه وبعد ما سلقناه وبعد ما قطعناه وحضرناه، وهنعمل مع بعض الحشوة ونحشي واحد واثنين وثلاثة واربعة مع بعض، ونعلمكم ازاي نعمل حلة محشي كرنب. ولكن نحطه في الاعتبار، كتير بيسألوا على السوشيال ميديا لغاية دلوقتي الكرنب بيفك مني لما بعمله بيكون ناشف وهكذا، اعمل ايه علشان ده ما يفكش مني؟ البفتيك على النار، انا مركز في الطاسه اللي بتجيب الخلاصه اهو، علشان هعمل خلطه المحشي مكان تحمير البفتيك. هلاقي احسن من كده الطعم ومكان تحمير اللحمه في الجوس وفي الطعم اهو. شفت اللون اللحمه اتغير ازاي؟ لازم حته اللحمه تنزل على طاسه سخنه، خلي بالك طاسه سخنه عشان الدم يبقى فيها. هتحطيها على طاسه بارده، تشوي برجر على طاسه بارده، تشوي لحمة على طاسة باردة، تشوي حتة ستيك على طاسة باردة، الجوس بتاعها هينشف اللي هي المية بتاعتها ومش هيبقى لها طعم. حتة اللحمة باللون ده كده زي الفل. نشيل الكرنب اللي عاملينها زحمة ده من هنا، هنخليه هنا كده عشان نبقوا فاكرين ان احنا بنعمل كرنب. وناخد فصوص التوم نحطها هنا، ده توم سليم ياخد برضو كده تشويحة على النار. أنا بحب التوم السليم في أرضية الحلة بتاعت محشي الكرنب، محشي ورق عنب. بعد التوم ده ما بيستوي بالبهريز بتاع المحشي أو بهريز اللحمة بيبقى طعمه حلو أوي، كأني باكل فستق، سوري لوز، لأنه كمان شبه حبة اللوز على فكرة المتقشرة. أروق مطبخي كده أول بأول عشان الصورة الحلوة. مكعب من الزبدة لحتة اللحمة الحلوة بغذيها أنا، لأن هي ده السر في الإيه؟
في الموضوع. زي الفل. نبدا نجهز الحشوه بتاعه المحشي، رز، بصل، ثوم، خضره بتاعتي مفرومه وجاهزه، معايا عود شبت حلو كده، معايا شبت مفروم حلو قوي. تمام، تعالوا نجهز طازه كده زي دي الطبق. اللهم صل على النبي، هو ده. ناخد اللحمه نحطها كده في الطبق ده. انا عايز بس اسهل لك ازاي تعملي حله محشي كرنب بفكر تاني وبطعم تاني. طبعا انت لما تعمليه احسن مني، لانك انت اللي هتتعبي في الاخر، وده مجهود منك. دي حته اللحمه تقريبا خلاص على وشك ان هي تستوي بالشكل ده كده. مكان تحمير اللحمه فيه توم اهوت. اخد التوم ده يا عم الشيف برضو عشان عايز اعمل خلطه المحشي. دي التركايه بقى. التوم ده كده هاخده اخليه على جنب. حلو قوي. نرجع الطاسه تاني للنار. حلو قوي، هي دي المدرسه. نحط في الطاسه دي يا عم الشيف ايه بقى؟ معلقه صلصه طماطم. حلو قوي، فص توم محترم من الني. ونقلب كده. شويه الرز الحلوين بتوعنا اللي احنا هنحشيهم للكرنب. شفت المدرسه؟ ما جبتش بقى بطايه وخدتها وسلقتها، ما جبتش كيلو لحمه ضاني سلقته، لا خالص. ادي الرز، تسبيكه، خضره بتاعتي، كزبره، بقدونس، شبت. ونقلل من الشبت الحرام اللي بيخطف الطعم. شويه كزبره كمان ونقلب كده. نجود ونحط شويه دبس رمان على ظهر المعلقه كده عشان نعرف الكميه. ونخلي شويه للحواوشي. خلي بالك انت حاطه توابل هنا على البفتيك وحاطه ملح. يعني مكان الطاسه فيه توابل وبهارات، فتعملي كنترول في الملح هنا، ما تنسيش. ما تسرحيش عشان ما يطلعش المحشي معاكي مالح وتقولي الشيف المغازي علمني كده. انا بريء من الاتهام ده. في ملح حاطينه على البفتيك، في توابل حاطينها على البفتيك. شفت شويه الرز بيتكلموا مصر ازاي في قلب الطاسه؟ عملت ايه يا شيف تاني عشان اللي ما خدش باله واللي جاي متاخر؟ احنا برنامجنا الساعه 1 على القناه الاولى والفضائيه المصريه. مكان تحميل البفتيك في الطاسه شلت البفتيك وحطيته في طبق جانبي. خدت مكان التحمير حطيت البصله والتومه والرز المصري بتاعنا الجميل المغسول مسبقا ومنقوع، وحطيت الخضره بتاعه المحشي الثلاثي المرح مع دبس رمان مع توابل بسيطه وملح بسيط. الله عليك يا عم الشيف، اصبحت الخلطه هنا جاهزه. والرز ده نشيله من هنا. ايه السرعه دي يا شيف؟ هل مطلوب منك يا امي يا اختي يا خالتي يا عمتي تبقى في المطبخ بتاعك كده؟ لا خالص. انت معكيش مخرج ولا معاكي حد مستعجلك ولا الدقايق بتعد عليكي، دي مملكتك وانت حره فيها. جيبوا لنا الحشوه دي يا رجاله، فرسان التلفزيون المصري، الحشوه اللي بتتكلم مصري دي. ايه السرعه دي يا شيف؟ ده انت وفرت عليا بطايه. حلو قوي والله. شويه الخلطه دول بيتكلموا مصري كده زي الفل. نجيب الحله اللي احنا هنعمل فيها المحشي ببساطه شديده خالص. اللهم صل على النبي. حله، ولازم الحله دي يا ست الكل يكون عندك طبق على قدها لان احنا هنقلبها فيه. فقبل ما تجيب الحله ترتبي الطبق عشان ما تخبطيش على الجيران وتقولي لها اديني طبق اغرف فيه حله المحشي. خلي بالك داري على شمعتك. حلو الكلام. هناخد معانا البفتيك بتاعنا ومعانا بصلايه حلوه، طماطمايه حلوه، ونعمل كده ايه رصه حلوه. بسكينه، شرايح من البصل اختياري، ممكن تحط بطاطس وممكن ما تحطيش، بس الكرنب مش بيحب البطاطس. ورق العنب اللي يحب البطاطس. وخاصة لو يالنجي اللي هو بالزيت بتاع اخواننا الشوام. ادي البصل هنا. مدرسة المغازي بتقول نسيب البصل في طاسة من غير مادة دهنية عشان اخد الكرملة بتاعته والتيست بتاعه. فصوص التوم مش مطلوب منك السرعة دي في المطبخ عشان ما يحصلش احداث وتقول الشيف المغازي علمنا كده خالص. اقطع الطماطم
بالشكل ده كده. طبعا انا مطمئن لان معايا محشي ملفوف جاهز، انا هعمل واحد واتنين بس كده مع حضراتكم، انما بقيه الحله ملفوفه وجاهزه. اخد مكعب زبده كده، حلو، تبدا البصلايه تعيش مع طعم الزبده، ارص اللحمه والطماطم. عينيا اديني فرصه بس، كل حاجه هجاوبك عليها. ايه السؤال تاني معلش؟ هو ده انا عايز. السؤال حلو جدا يا فاروق، انا عايز الكرمله بتاعت البصل وريحه البصل تطلع في الطبخه بتاعتي، فدرجه تحمير البصل بيتوقف على طعمها، سواء بعملها شكشوكه، سواء بعملها مع طشه، سواء بعملها مع ملوخيه وهكذا. فانا بسيب البصل هسه من غير اي ماده دهنيه علشان اخد الطعم بتاعه. شفت ازاي الرصه الحلوه دي كده؟ ناخد السائل بتاعنا ده كده نحطه هنا، الجوس اللي نزل من اللحمه، زي الفل. نبدا نلف مع بعض. عندنا الكرنب ثلاث حاجات. كرنبايه سليمه نشتريها ازاي يا شيف؟ تشتري الكرنبايه الخفيفه، هتلاقيها مورقه وزي الفل ومش مكتومه. الكرنب قبل ما تسلقيه في الميه يا ست الكل، يا امي، يا خالتي، يا عمتي، لكل الساده المشاهدين، بتفرقيه وتحطيه في ميه من الحنفيه عشان في ماده رمليه هنا واتربه نتيجه طبعا الكرنب ده من الورقيات والدرنيات اللي هي بتلم بعد ما تتفتح، عامله زي الورده، فلازم يتغسل بميه ساقعه عشان تتخلص من الاتربه اللي موجوده. حلو الكلام. معانا الكرنب ده كده، ويتسلق في ميه بليمون بملح بكمون، ميه وليمون وملح وكمون. ليه كمون؟ عشان اللي عنده مشاكل مع الكولون الكمون بيخلصنا من مشاكل الانتفاخ. نيجي لموضوع الكرنب بعد ما اتسلق، اهو اللي بيسال الف كرنب ازاي. حبيت الكرنب او ورقه الكرنب بعد ما اتسلقت، ايه بتتكلم مصري، ايه الحلاوه دي يا شيف، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، ايه 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 ايه. شفت ازاي؟ خليه زي ما هو كده. الله يرحمك ياما، كانت عروق الكرنب ده تعمله مخلل، طعمه ببقي لغايه دلوقتي مش لاقيه حد يدلنا عليه. عروق الكرنب دي تشال كده، شطه، وكانت تحط توم وتحطه ببرطمان كده، ونقعد ناكل منه طول لغايه لما تعمل حله محشي تاني. راس الكرنبايه كانت تشيلها لابويا الله يرحمه، راس الكرنبايه كانت تخليها تقول لك دي لوالدك يا واد. ليه؟ لانها بيبقى طعمها مسكر حلو، طالعه من ارض مصريه، والله العظيم راس الحبات الكرنبه كانها عسل لما تقشرها كده وتاكلها زي الفل. نعم يا ست الكل. حلو، معانا الكرنب بعد ما قطعناه بالشكل ده كده، اهو. ناخد الورقيه السليمه دي كده زي الفل، نشيل الخلطه دي كده على جنب. نعم يا ست الكل. حاضر يا فندم. ناخد الكرنب ده كده، اهو، يتقطع كده تقطيع بقى بتاعتك، عايزه صباع كبير صباع صغير زي ما انت عايزه، اهو. نيجي بقى للف الكرنب، يتلف ازاي يا عم الشيف؟ هو ده الكلام، وهي دي بقى الوقفه. انا عايز الكرنب ده ما يفكش مني في قلب الحله، ويبقى الصباع صباع كده في قلب الحله واخد شخصيته زي اللي ملفوف معايا ده كده، اهو. انا هجيب ده كده هنا عشان مطلوب ان انا اطلع فاصل بعد ما الف شويه، تسيبوني انا الف الكرنب، بس هنلف واحده واثنين وثلاثه مع بعض. حلو الكلام، حلو الكلام. ايه اللي في النار؟ البصل واللحمه، كل ده مع بعض. اقوم اشيلها من النار كده واخليها على جنب. طيب اخد الكرنبايه كده اهي. هنا مخرجنا الجميل والاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، في ناحيه في الكرنب ناعمه وناحيه خشنه، في ناحيه باين فيها العروق وناحيه تلاقيها ناعمه كده بتلمع. حبات الكرنب تتحط ازاي؟ تتحط على الناحيه الناعمه كده على البلانشه، اهو. خلي عروق الكرنب تبقى هي اللي فوق، بص عليها كويس، الامهات اللي قاعدين بيشوفوني يقولوا الكلام ده صح ولا غلط، مش هنكلفنا حاجه اتصال، ونلف مع بعض كده، الله. وانت بتلف حبايه الكرنب هقول لك على سر خطير، ما تضغطيش عليها جامد، سيبي مساحه لحبايه الرز تفرد عضلاتها، لان الرز بيستوي فمحتاج لانك انت ما تضغطيش على حبايه الكرنب، دي سر من اسرار عمل محشي الكرنب، ما تضغطيش عليها جامد، دي لها فرصه، تاني، دي ايه؟ ناعمه؟ ناعمه، حلو. نبدا نرص في الحله، تمام كده زي الفل، يلا مع بعض، اللهم صل على النبي، سيبوني يا شباب ارسم لوحه فنيه، لوحه ابداعيه
من ارض بلدي، اذا كان الكرنب الجميل او البصل او الرز، دي مكونات حله، رساله حب من كل ام، من كل حما، من كل ست الكل لاسرتها الحلوه وضيوفها، ان هي تعبت وعملت محشي كرنب في ايام الشتاء اللي بيحب المحاشي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل لاجدع حله كرنب، رساله حب. وما زلت هقول، وكل ما تشوفونا على الشاشه اقول حله محشي كرنب، حله محشي ورق عنب، دي احلى رساله حب لكل اسره، اذا كان من ربه الاسره الام، او من الحما، او من الام طبعا لاولادها وجوزها. طيب الكرنب احنا لفناه وحطينا طبعا بالرصه الجميله، لوحه فنيه ابداعيه، الاساسي فيها خير بلدنا، اذا كان الرز المصري ولا الكرنب. تيجي بقى تخترعي والفلاسفه يقول لك نعمله بالرز البسمتي، لا حلو عشان نبقى واضحين بس في الصوره، يتعمل بدل الرز برغر، لا لازم رز مصري. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي كرنب باقي، اعمل ايه بقى؟ ليك الاختيار، يا اما تحطيه على الوش كده، والامهات اللي بيتابعوني طبعا اشطر مني في القصه دي، وبعد كده نشيل الورق ده نقطعه ونعمله سلطه تبقى لطيفه مع زيت الزيتون يوم تاني. طريقه تانيه، العروق اهي 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 اللي كانت امي تعملها مخلل مع الشطه، اهي بحطها هنا اهو عشان تعلي الحله وتخليها شبه الهرم كده كبيره. حلو اهو. يا اما تشيلي الورق ده في طبق فوم او كيس بلاستيك يتحفظ في الفريزر، ده يا شباب تخليه في الديب فريزر عندك، تلفي ويوم تاني ورق عنب زي ما انت عايزه، تعشيه لحمه بقى زي ما انت حابه، ده موجود عندك تخزنيه مفيش اي مشكله، الاختيار ليك. اه ده الورق ده يتشال طالما جاهز عندك او لفيت الحله وده باقي، تخزنيه عادي تستخدميه في يوم تاني. اه بس انا هحطه على وش الحله كده عشان يعلي الحله معايا وافرح بيها واصورها معاه واتصور معاه، يا اما اعمله سلطه. حلو قوي. نبدا نحط السوائل بتاعتنا. ايه الشوربه؟ ما عنديش لا شوربه فراخ ولا لحمه ولا عايز. كالعاده معايا كل يوم بوكي جرنيه، جزر، كرفس، بصله في النار. حلو قوي. باخد السائل ده او الشوربه الحلوه، عندك شوربة لحمة هتبقى أحسن مني زي ما أنت عايزة. أه أه يا ويلي. أه طبعا لو سبت الحلة كده زي ما هي الكرنب ده لما يستوي هتلاقيه كبسة في الآخر، هتلاقيه معجن وورق الكرنب طلع والرز طلع بره وبقى شكلنا إيه وحش قوي على فكرة. نقوم نعمل إيه يا شيف؟ نعمل بقى إيه حركة جدتي وتعليم جدتي وتعليم امهاتنا اللي بتورث لاجيال ثم اجيال ثم اجيال. طبق يتحط على وش الحله. اهو اهو زي ما انا شغال. اهو حلو الكلام زي ما احنا حاطين كده. ونعمل ايه فوق الطبق ده يا عم الشيف؟ نحط طاسه. اهو ونحط في الطاسه دي ميه تقال، يعني ممكن احنا نوفر على نفسنا كل ده ونحط ده. اهو يلا عشان ما حدش يقول لي حطيت ده. اهو زي الفل. اهو تمام. نسيب ده على النار. ايه الحالة؟ ايه الصورة الحلوة دي؟ أنا مش عاجبني الصورة دي، أقوم أنا أجملها، أجملها إزاي يا شيف مغازي؟ أه طبعًا مطلوب منك تعمل الشغل ده كده، معايا نعناع. أه بحط في المية دي كده عشان لما تشوف الصورة حلوة تلاقوها على الشاشة، وأزود دي مية كده. شفتي؟ أه كانت كده ولا لأ؟ جيب ده، بص يا فاروق جيب لي الصورة قبل وبعد، كده تفرق طبعًا. حلو الكلام. ده مطلوب منك برضه بتعمل الجو ده. حلو الكلام. اللي هيفتح التلفزيون دلوقتي القناه الاولى والفضائيه المصريه هيقول لك الشيف المغازي بيعمل ايه؟ حاطط ايه على النار؟ عايزين نفهم حاطط ايه يا شيف؟ في تحت كنز، في تحت لوحه فنيه من الكرنب والرز المصري وحشوه مصريه بتتكلم مصري. تحت من الارضيه فيها بوفتيك لحمه، حلو الكلام؟ كندوز. وحطيت طبق وحطيت فوق الطبق ده تقال، ممكن تحط علبه فول، علبه فاصوليا زي ما انت عايزه. فانا طبعا بعمل صوره حلوه على الشاشه، حطيت دورق فيه ميه وفي نعناع وفي طماطم، ممكن تحطي ليمون تبقى احسن مني. حلو الكلام. اه حله المحشي جاهزه، عايز اغرفها. نرفع كده الطبق ده كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل على النبي. اه طبق التقديم يا عم الشيف، كل مصر عايزه تتفرج على حله المحشي. اه ايه الحلاوه دي؟ نبص عليها كده. يا ام سهل الحال يا رب، تعبنا عليك. ايوه مكان الطبق شايفه يا فاروق؟ مكان الطبق؟ اه شايف عروق كرنب؟ نفتح كده شويه، بص كده من هنا. بص تدفع كام؟
تدفع كام اوريك الجمال ده. الصباع صباع. المفتيك حاضر يعني قلبها. طب هي سخنه عايز تولع في ايدي انا عارف. حلو تمام زي الفل. انا بضيع وقت عشان تبرد وده اقول لك عايز اشوف المفتيك يا ربي. طيب تعالوا مع بعض نقلب الحله دي. ده عايز ايه؟ قوه. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الحله دي كده الطبق ده كده. اللهم صل على النبي ادعوا لي. كل مصر بتدعي لي انا عارف عشان بتحبوني. صل على الحبيب قلبك يطيب يا مؤمن. هو ده. سيبها سيبها تاخد راحتها خالص. خليها هنا اشوقكم. اعمل زي الايه اللي بيقدموا الشو يجي على اخر لحظه ويعمل التركايه. الله الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ. لا 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 موضوع كبير. موضوع له رساله حب. البصل المتكرمل بطعمه، فص الثوم المستوي، البصلايه الحلوه، الطماطمايه اللي اتسبكت، القرن الفلفل الحار الحلو اللي هيعجب جوزك. الفص الثوم ده عاجبني قوي. ده لوز يا اخوانا ده لوز يا مزاجه اللوز. اعشق الثوم المشوي في الفرن ده بيعملش ريحه على فكره. والثوم اللي بيبقى في التفاصيل بتاعه حله المحشي ما بين الاصابع وبعضيها. في وقت قياسي استوت للامانه. بس لازم تمشي على الطريقه بتاعتي. الرز بيبقى نص سوا شويه مع الخلطه الحلوه. نشيل البصل ده كده ونجردش بيه كده. تحط لها بقى نعناع، تحط لها ورده حلوه زي ما انت عايز. انا مطلوب مني حواوشي دلوقتي عشان كده بوسع الدنيا. الفرن فيه طاسه بتسخن. اللهم صل على النبي. عينيا انا سايبك تدلعها. انا عارف هي اللي على الشاشه هي البطل دلوقتي ولا سائل فيا ولا سائل في حد تاني خالص. تعبانين عليها. نحط القرن الفلفل ده كده. ده جرنش للطبق بتاعنا. معانا الطماطم الحلوه دي كده. عايز الطبق ده عشان اللي اتصور معاه تبقى صوره حلوه. الله بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الطماطم دي كده. شفت الطبق بيتغير لونه ازاي؟ المخرج بيقول لي دلع لي الحله دي. شوف بقى على السوشيال ميديا الستات الجميله الحلوه اللي بتعمل الاطباق بتعمل حله المحشي. ده حاجه حلوه وبنعلم الناس. دي حاجه لطيفه. معانا بصل اخضر اهوت. يا سلام البصل الاخضر ده كده جنب حله المحشي. انا بعشق البصل الاخضر مع اي نوع محشي. حلو اهوت. تسلم ايدك يا عم. خليه مكانه كده. حلو. طيب السر في حله المحشي يا اخوانا الدورق ده عشان برضه يبقى كلها له دور. يعني الحاجات الصغيره دي تفرق معانا على فكره. We'll be right back.